حديث الصحافة. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه إطلالة جديدة من إطلالات حديث الصحافة، والبداية اليوم مع صحيفة العرب والتي نشرت مقالا تحت عنوان ثمرة تقاربها مع واشنطن، إيران تدفع حزب الله إلى مغادرة سوريا. قالت فيه، قالت مصادر دبلوماسية في لندن إن ضغوطا كبيرة تمارس على طرفي النزاع في سوريا من أجل تقديم تنازلات كافية، وذلك لإنجاح مؤتمر جنيف 2 والمتوقع خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. وتأتي هذه الضغوط في ظل تقارب أمريكي إيراني بدأت أولى نتائجه تظهر من خلال الضغط على حزب الله ليبدأ بسحب جزء من قواته من سوريا باتجاه لبنان. وذكرت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن حزب الله بدأ في سحب بعض قواته التي تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري، والتي كان لها دور مؤثر في تغيير موازين القوى على الأرض، ما زاد من اشتراطات الأسد. وكان محللون ومراقبون سياسيون قد توقعوا في تصريحات سابقة لصحيفة العرب بأن يكون الملف السوري هو المقابل الذي دفعته طهران لتحصل على الرضا الأمريكي، وأن الإيرانيين عرضوا خلال اللقاءات السرية التي جمعتهم في أكثر من عاصمة مع الأمريكيين استعدادهم لدراسة فكرة إقناع الأسد بعدم الترشح إلى انتخابات 2014، وهو ما تطالب به دول إقليمية وخاصة الخليجيين ومختلف فصائل المعارضة السورية. وكانت دول مثل السعودية قد عبرت صراحة عن عدم رضاها عن قرار الدولي الأخير حول تفكيك أسلحة الأسد، لأنه لم يكن مصحوبا بحزمة من القرارات ذات الصبغة السياسية والأمنية، مثل مطالبة قوات النظام بوقف الأعمال القتالية التي تستهدف المدنيين العزل بصفة مباشرة فورا، أو المطالبة بموقف صريح من بقاء الأسد من عدمه. ويقول المحللون إن ثمرات التقارب الثنائي ظهرت سريعا، حيث دفع الإيرانيون بحزب الله إلى سحب قواته سريعا من سوريا، لكنهم لم يقرأوا نتائج هذه الخطوة على الأسد وعلى حزب الله نفسه، والذي أعلن أمينه العام حسن نصر الله أكثر من مرة بأنه لن يتخلى عن الأسد مهما كانت الظروف. ونقلت صحيفة التايمز اللندنية أن هناك قرابة 10,000 مقاتل في سوريا، لكن العدد الموجود الآن أقل من ذلك وأنه في تناقص. بالانتقال إلى صحيفة القدس العربي، والتي نشرت مقالا بعنوان نتنياهو يقول بأنه قد يفكر في لقاء الرئيس الإيراني روحاني. قالت فيه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قد يفكر بلقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعد أيام على وصفه الأخير بذئب في ثياب حمل. وقال نتنياهو في حوار في برنامج مورنينج إيدي شيمب، والذي يعرض على إذاعة NPR الأمريكية، لا أكترث لهذا اللقاء، لا مشكلة لدي مع العملية الدبلوماسية. وردا على سؤال ما إذا كان سيلتقي روحاني، قال نتنياهو إنه لم يعرض عليه ذلك، لكنه سيفكر بالموضوع. وأضاف، في حال التقيت بهؤلاء الأشخاص الإيرانيين كنت سأواجههم بهذا السؤال، هل أنتم مستعدون لتفكيك برنامجكم النووي بشكل كامل؟ لأنه لا يمكنكم الاستمرار بتخصيب اليورانيوم. وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التشكيك بخطاب طهران الجديد والأكثر اعتدالا، وقال إن إيران اختارت خير الشرور بين المرشحين، غير أنه أكد أن روحاني يعرض اتفاقية مزيفة، واصفا انفتاح إيران الأخير بالكلام الفارغ الذي لا معنى له. كما رفض تأكيد إيران على أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية، معتبراً أن لا حاجة لها لتخصيب اليورانيوم في حال كانت تريد استخدامه في الطاقة النووية والمعدات الطبية، بل أكد أن سبب إصرارهم على التخصيب هو رغبتهم بالحفاظ على طريقهم باتجاه الأسلحة النووية. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، قال نتنياهو لن أقول ماذا تمتلك إسرائيل، غير أنه أشار إلى أنها لا تخطط لتدمير أحد، متابعاً
لم ندعو لتدمير الأشخاص وإلى إبادة إيران أو أي بلد آخر. وكان نتنياهو قال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي حتى لو اضطرت لمواجهتها بمفردها، داعيا إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل. ولفت نتنياهو إلى أن إيران تمكنت من تحقيق تقدم في برنامجها النووي من خلال مفاوضات مخادعة، مشيرا إلى أن روحاني لا يبدو كسلفه محمود أحمدي نجاد، غير أنه اعتبر أنه بالنسبة للنووي الإيراني فالفرق بينهما هو أن نجاد كان ذئبا بثياب ذئب، غير أن روحاني ذئب بثياب حمل. أعزائي المشاهدين، بالانتقال إلى صحيفة الواشنطن بوست والتي نشرت مقالا تحت عنوان فرصة أوباما الدبلوماسية، قالت فيه: يكاد الرئيس أوباما أن يصل إلى لحظة تحول كبيرة في السياسة الخارجية، قد تصل إلى لحظة انتهاء الحرب الباردة، فلم يكن بمقدورنا مجرد التفكير بوجود حوار مع إيران منذ بضعة أشهر، ولكن أوباما استطاع أن يتحدث مع روحاني مباشرة، كما أن روسيا والولايات المتحدة استطاعت الوصول إلى اتفاق لنزع الترسانة السورية وفق خطة أممية. ولأن الدبلوماسية، تضيف الصحيفة، تجعلنا على اتصال مع أعداء لنا، فإن بعض المراقبين اعتبروا هذه السياسة ضعفا أو حتى استسلام، إلا أن هذا الكلام غير صحيح. تقول الصحيفة: فإن الولايات المتحدة سوف تكون أقوى إذا استطاعت إنشاء إطار جديد للأمن في الشرق الأوسط الذي يتضمن إيران ويمنع الصراع السني الشيعي في المنطقة. وعلى الرئيس أوباما أن يتعامل مع المرشد علي خامنئي، تقول الصحيفة، وذلك للحيلول دون بناء قنبلة نووية، حيث يجب على إيران أن تخفض تخصيبها لليورانيوم لدرجة 5% على سبيل المثال. وتضيف الصحيفة بأن خطوات الاتفاق مع إيران واضحة، حيث يجب على الولايات المتحدة أن تتقدم وبسرعة ولا تجري المفاوضات مع مجموعة 5+1 فحسب، بل أيضا مع دول المنطقة كالسعودية وإسرائيل وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتختم الصحيفة بالقول: إن إطارا جديدا يضمن الأمن للأمريكان والروس والإيرانيين والسعوديين والإسرائيليين قاب قوسين أو أدنى من التحقق. أعزائي المشاهدين، صحيفة الشرق الأوسط كتبت: لقاء رئيس الائتلاف بقادة الحر ينهي خلاف المعارضة السورية حول جنيف 2، حيث قالت الصحيفة: سحب المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر فتيل التصادم مع الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، وذلك بإعلانه تمسكه بالائتلاف كسلطة مدنية تمثل الشعب السوري خلال اجتماع عقده رئيس الائتلاف أحمد جربة مع القادة العسكريين في إسطنبول. وأنهى هذا الإعلان تهديد 13 فصيلا عسكريا بسحب تأييدهم للائتلاف كممثل سياسي لهم، وذلك قبل أن تبرز تحديات أخرى في الداخل على خلفية سوء فهم لموقف الائتلاف من المشاركة في جنيف 2. ونفى المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي في تصريحات للشرق الأوسط وجود خلاف في الأساس حول المشاركة، مؤكدا أن ما حصل كان ناتجا عن سوء فهم لمواقف الائتلاف، فضلا عن عدم دقة في صياغة بيان الكتائب العسكرية الثلاثة عشر والتي أصدرت بيانها الأسبوع الماضي، مشددا على أنه لم تكن هناك نية لسحب اعترافهم بالائتلاف كممثل لقوى المعارضة السورية. وقال صافي: إن الجرب أوضح لهم الموقف من المشاركة والذي تقاطع مع موقف القادة العسكريين، وأضاف: لم يتخذ قرار نهائي بعد، إذ ستطرح المشاركة في هذا المؤتمر على التصويت في الهيئة العامة للائتلاف والتي تتمثل فيها هيئة أركان الجيش الحر، مشيرا إلى أن الائتلاف يرحب بالحل السياسي إذا كان عازما على نقل السلطة وتشكيل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات العسكرية والأمنية،
يكون فيها الرئيس بشار الأسد وفريقه الأمني والسياسي خارجها. وأكد صافي أن هذه التطورات والمواقف نقلت إلى القادة العسكريين، وجرى التأكيد لهم أن هناك قراراً يجب أن يتخذ من الهيئة العامة والتي ستصوت بالأغلبية إلى الذهاب إلى جنيف أو عدمه. وكان الائتلاف الوطني أصدر بياناً أشار فيه إلى أن قادة المجلس العسكري أكدوا تمسكهم بالائتلاف كسلطة مدنية تمثل الشعب السوري وتسعى لتحقيق تطلعاته في بناء دولة العدالة والحريات، وشددوا على التزامهم الكامل بمبادئ الثورة وقيمها السامية. موقع الجزيرة نت نشر مقالاً لعبد الجليل المرهون تحت عنوان أين تتجه سوريا؟ قال فيه: في 14 سبتمبر أيلول 2013 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التوصل إلى اتفاق ينص على تدمير الترسانة السورية من الأسلحة الكيميائية، وذلك في موعد لا يتعدى منتصف العام 2014. وأعلن حينها بأن هذا الاتفاق قد يمهد الطريق لمؤتمر جنيف الذي أعلنت المعارضة رسمياً نيتها المشاركة فيه في رسالة بعثت بها إلى الأمم المتحدة. إن روسيا والولايات المتحدة، يقول الكاتب، أضحتا تعملان تجاه هدف استراتيجي مشترك، وذلك للمرة الأولى منذ فترة طويلة. والاتفاق بشأن الأسلحة الكيميائية السورية هو الإشارة الأولى الحقيقية لضخ الحياة في المسار السياسي. والقضية الرئيسية الآن، يضيف الكاتب، ليست هي أن حسابات الولايات المتحدة قد تغيرت، إنما تتعلق بمدى قدرة الأمريكيين والروس على جلب الأطراف المختلفة إلى مائدة المفاوضات. كما أن أحدا منا لا يستطيع تجاهل اتفاق جرى التفاهم عليه على مستوى قمة النظام الدولي. وانطلاقا من ذلك، فإن كافة القوى والفعاليات الوطنية داخل القطر وخارجه تبدو معنية بقراءة الاتفاق الأمريكي الروسي والتأمل في خلاصاته وإيحاءاته بما هو جزء من مقاربة أكثر اتساعاً لم تتبلور كامل بنودها بعد، إلا أن مضمونها العام معروف للجميع. وإذا أصبحنا سلبيين، يقول الكاتب، أو غير مبالين، فإن مزيداً من الفرص سوف تذهب سدى في حين تستمر معاناة شعبنا وتزداد آلامه. ودعونا الآن نطرح السؤال التالي: من المستفيد الأول من الاتفاق الأمريكي الروسي؟ قال البعض إن الروس هم أول المستفيدين، كون الاتفاق مثل اختراقاً دبلوماسياً نسب إليهم أو كانوا يبحثون عنه. وقال الآخرون إن هذا الاتفاق مثل فرصة ذهبية للسلطة السورية، كونه جنبها حرباً بدت احتمالاتها متعاظمة في لحظة ما. وهناك فريق ثالث، يقول الكاتب، رأى فيما حدث انتصاراً جلياً لإسرائيل، لأنه جرد السوريين من قوة ردع فعلية أو افتراضية. وعلى صعيد مقولة الردع، صحيح القول إن الترسانة الكيميائية في سوريا تمثل موازناً نسبياً للترسانة النووية في إسرائيل، بيد أن الصحيح في الوقت نفسه هو أن البيئة الجيوسياسية للصراع في الشرق الأوسط قد تغيرت كلياً، إن بمعيار التحالفات السياسية أو دور الأسلحة التقليدية في الحرب وموقعها من معادلة الردع، وهذا أمر مفهوم على أي حال. وختم الكاتب بالقول: وما يمكن قوله خلاصة في سياق هذا التفصيل هو أن مساراً دبلوماسياً قد انطلق الآن بتوافق أمريكي روسي، والمطلوب إعطاء الدبلوماسية فرصتها الوافية. وهذه الدبلوماسية لا يمكن مقاربتها مقاربة حسابية ولا تأطيرها بمقولات جامدة، ولا يصح أن تستثنى من حركتها أي قوة حية ومؤثرة. وهذا التطور الدبلوماسي لا بد من التعامل معه على نحو إيجابي وبناء، يقول الكاتب، ولا يجوز لأي منا التشكيك في مسار لم يتم اختباره واستكشاف آفاقه. أعزائي المشاهدين، نشرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن رئيس النظام بشار الأسد قوله: تركيا ستدفع الثمن غالياً لدعمها مقاتلي المعارضة.
وقالت الوكالة، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن تركيا ستدفع ثمنا غاليا لدعمها مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به، متهما أنقرة بإيواء إرهابيين على حدودها، وتوقع أن ينقلب عليها قريبا. وفي مقابلة مع قناة خلق تي في التلفزيونية التركية تذاع يوم الجمعة، وصف الأسد رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان بأنه متعصب، وقال إن تركيا تسمح للإرهابيين بعبور الحدود لمهاجمة الجيش السوري والمدنيين. وأضاف الأسد في المقابلة التي نشرتها وكالة الأنباء العربية السورية سانا، الإرهاب لا يمكن أن تضعه ورقة في جيبك، هو كالعقرب عندما تضعه في أول فرصة سوف يلدغك. وقال سيؤثرون في المستقبل القريب على تركيا، وستدفع تركيا الثمن غاليا. وتمتد الحدود السورية التركية مسافة 900 كيلومتر، وتركيا من أشد منتقدي الأسد وتدعم المعارضة بقوة، لكنها تنفي تسليح المقاتلين. وتستضيف تركيا ربع اللاجئين السوريين الفارين من بلادهم، وعددهم 2 مليون شخص. وامتد الصراع السوري إلى الأراضي التركية في كثير من الأحيان، فكانت أنقرة ترد بالمثل عند سقوط قذائف مورتر وغيرها من سوريا في أراضيها. أعزائي المشاهدين، مجلة العرب الدولية نشرت مقالا تحت عنوان هل ينفطر قلب أوباما في سعيه إلى تسوية مع إيران؟ قالت فيه في مايو أيار 1986 هبطت طائرة قادمة من تل أبيب في مطار طهران، وترجل منها 5 أشخاص يحملون جوازات سفر إيرلندية. كانت الطائرة محملة بقطع من نظام صواريخ هوك، والتي كانت إيران تحتاجها للتصدي للمقاتلات العراقية. أما الزوار فحملوا هدايا إلى المسؤولين الإيرانيين، كانت عبارة عن مسدسين وإنجيل وقبعة الرئيس الراحل رونالد ريغان، وقال أبو حلوى على شكل مفتاح للدلالة على أن الانفتاح ممكن في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. أدت المفاوضات إلى إطلاق 3 من الرهائن الأمريكيين لدى حزب الله في بيروت، وإلى وصول طائرة ثانية محملة بالسلاح الأمريكي من إسرائيل إلى إيران، وإلى تسديد إيران مبلغ 25 مليون دولار ثمن السلاح. فاستخدمت أمريكا المال في دعم ثوار نيكاراغوا، مما أعطى العملية اسمها فيما بعد إيران كونترا. تلك كانت أقرب التجارب إلى حوار أمريكي إيراني مباشر منذ ثورة 1979. الأسبوع الماضي تحادث رئيسا البلدين باراك أوباما وحسن روحاني مباشرة على الهاتف، ولا وسطاء هذه المرة ولا مطالب أمريكية لإيران سوى عدم إنتاج السلاح النووي، وهو طلب يقول الإيرانيون إنه محقق بناء على فتوى مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي القاضية بتحريم تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل منها النووية. إذن ما العائق في استئناف العلاقات الأمريكية الإيرانية؟ تقول المجلة بعد 34 عاما من الخصومة، يعتقد أوباما أن انعدام الثقة هو العائق الوحيد، والحل لإعادتها هو بالتواصل المباشر بين قيادة البلدين. ولم يكتفي الرئيس الأمريكي بالإصرار على لقاء روحاني في نيويورك أثناء مشاركة الأخير في الأعمال السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بل تبنى فتوى خامنئي في خطابه أمام الأمم المتحدة كأساس للتسوية بين البلدين. هكذا تصطف جميع العوامل التي تدفع باتجاه التسوية خلف مبادرة أوباما، فهل يتجاوب الإيرانيون؟ أم يأكلون التوراة ويصادرون الهدايا ويقولون إن زوارهم حضروا إلى طهران بسبب يأس أمريكا، وذلك على حساب تصريح رئيس البرلمان الإيراني في حينه هاشمي رفسنجاني، وهو ما دفع ريغان إلى الكتابة في مذكراته أن انهيار التسوية التي سعى إليها مع إيران أشعره بخيبة أمل تفطر القلب. أعزائي المشاهدين،
بالانتقال إلى الصحف التركية. وكالة أنباء الأناضول عنونت في خبر لها اليوم: قيادي بحماس، سلاح المقاومة موجه نحو العدو الإسرائيلي ولن تنحرف بوصلته. قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحي يوم الجمعة إن سلاح المقاومة الفلسطينية طاهر وموجه نحو العدو الإسرائيلي ولن تنحرف بوصلته، وذلك رداً على اتهامات لحماس بتغيير بوصلتها خلال الفترة الماضية. وخلال مهرجان نظمته حماس شمال قطاع غزة اليوم بعنوان لبيك يا أقصى، أكد الحية بأن سلاح المقاومة موجه نحو العدو الإسرائيلي الذي نعرفه ولن تضيع منا البوصلة، مؤكدا أن بوصلة المقاومة أو كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس لن تنحرف أبدا. وكان قائد الجيش الميداني الثاني المصري اللواء أحمد وصفي قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية الأربعاء إن حماس غيرت بوصلتها، متمنيا أن يعقلوا ويصححوا التغير في بوصلة نضالهم حسب تعبيره. أعزائي المشاهدين، صحيفة يني شفق التركية عنونت: قل الشرق الأوسط يشهد تحولا جذريا. أكد الرئيس التركي عبد الله قل بأن الشرق الأوسط اليوم يشهد تحولات جذرية عميقة سينهار معها شكل محدد رسم لهذه المنطقة منذ 100 عام. جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى اسطنبول الرابع والذي يقيمه مركز العلاقات الاستراتيجية في اسطنبول، وأشار فيها إلى أن إرادة الشعوب المطالبة بالتغيير في المنطقة لا مفر منها مهما مورس عليها من ضغط، وهذه المرحلة السياسية التي تمر فيها المنطقة لا بد أن تصل إلى النهاية التي تطالب بها الشعوب. وفي الشأن المصري قال قل: رغم توقف العملية الديمقراطية في مصر بعد 2 سنين من البداية اللافتة للأنظار، وبالرغم من ذلك فإن الشعب المصري سيتجاوز هذه المرحلة بسبب الغنى الحضاري الذي يمتلكه، ونتمنى أن تعود العملية الديمقراطية إلى مصر بأسرع وقت ممكن، وذلك قبل إهدار طاقاتها. ونحن، يقول قل، أكثر من يرغب بأن تعود مصر لقوتها ومكانتها والتي تربطنا معها علاقات صداقة أخوية ضاربة في التاريخ. وأكد قل على أن أي خلل في استقرار مصر ليس من شأنه أن يؤثر على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل على العالم بأسره. وأشار الرئيس التركي إلى الوضع الإنساني السيء في سوريا مع سقوط عشرات الآلاف من القتلى وملايين المهجرين عن ديارهم، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه المأساة. وقال قل: إن الخروج من المسألة السورية يكمن في عدم وجود استراتيجية واضحة للحل منذ بداية الأزمة، وعلينا ألا نقع في أخطاء مؤتمر جنيف واحد وألا نلجأ للحلول التي تسودها الضبابية، وإلا فإن الأزمة ستأخذ أبعادا جديدة. وعبر قل في كلمته عن أمانيه أن يحل الأمن والسلام في المنطقة، مبينا أن حل مسألة الأسلحة الكيماوية السورية ليست إلا خطوة صغيرة في حل المشاكل العالقة في المنطقة. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل إلى ختام حديث الصحافة لهذا اليوم. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.